نافي ستوديوز هي فاميلي بزنس، بلشته أنا وإخواتي بال 2014. فتحنا أول شيء كيوسك صغير هيك متر بمتر، وإله شباك هيك بيفتح لبرا، كنا نعرض عليه على الرصيف يعني. بال 2017 اضطريت إجي على لبنان، وهون بلشت الأمور تتكشف وتصير أوضح. البزنسز بلبنان هن أنضج من السمول بزنسز بسوريا بوقتها، فقررت أتخصص بالكروشيه أكتر، وصار في البروجرام ستارتابس أون ذا موف، وسجلت فيه وانقبلت. كان البروجرام منظم بشكل كتير لطيف، كنا مقسمين لجروبات، كل جروب له ترينر، كان في متابعة من المانجمنت. فبشكل عام هيك يعني كان المواضيع اللي انطرحت من البزنس موديل للماركتينج للبراندينج. فصار كحدا ما عنده هيدي الباك جراوند بالبزنس مانجمنت او كباك جراوند تعليمية، صار في عندي انا بيز ممكن انطلق منها. تشالنجز اللي بعاني منها ككرافتمان او بزنس اونر هي نفسها اللي بعانوا منها اغلب البزنس اونرز او الستارت ابس بلبنان. فينا نبدا من ناحيه البنوك مثلا، موضوع الحوالات المصرفيه، اسعار المواد تغيرت، كله بيتسعر بالدولار وممكن يكون اغلى شوي من قبل. هالشيء احنا بنضطر وقتها، بغض النظر ان احنا كمان عم نشتري باسعار عاليه المواد الغذائيه ومصاريفنا وكلها، بس اسعار المواد هي صارت بالدولار، فهيدا الشيء عم بيخلي العالم شوي تستغلي القطع، بالاضافه لصعوبه انه نحن نعمل براندينج مزبوط. فدائما انتبهوا يكون حواليكم اشخاص يدعموكم، مش يزقفوا لكم على كل شيء، لانه احيانا بنغلط، بس السبورت سيستم شيء كتير ضروري. وإذا ما كان موجود هيدا الـ support system أو مدور عليه، أو مكون نحنا support لحالنا،